أشياء كثيرة ربما ما أريد نخوض بها، لكن خلينا نتحدث عنها اليوم. الرد الإسرائيلي للعملية، يعني اليوم اللي شاهدناها واللي تمت في إيران، هل تعتبر أنه هذا القصف اللي توجه إلى الجارة إيران وطهران والمحافظات الأخرى في إيران هو خلص نهاية للحرب يعني؟ نعم ست هيفا، أولا القصف بين إيران وإسرائيل قصف متفق عليه. نعم. لا توجد خسائر لا بالأرواح ولا بالبنى. نعم. وأماكن خاوية من الأمور العسكرية أو الأمور اللوجستية، وبالتالي يتم اتفق عليها، أضرب أنت هنا معسكرات خاوية قديمة. نعم. بالي أنا أضرب هناك معسكرات قديمة صحراء وانتهي الموضوع، وإحنا بيناتنا حتى أني أكون المهدد لك للأمن القومي لإسرائيل. نعم. وحتى تتسلح من أمريكا، فلازم أكو واحد يهددها. من اللي يهددها؟ إيران.